أنا اسمي سارة مصطفى، سني 20 سنة، بدرس في كلية فنون جميلة وبحب الرسم أوي. ساعات الواحد بيتفاجئ بحاجات بتحصل له ومش فاهم ايه وليه السبب، زي اللي حصل معايا كده. ده احمد معايا في الجامعة وكنا بنحب بعض، او بمعنى اصح كنت انا اللي بحبه. بس اكتشفت انه بيحبني من بره بس، وده فارق معاه اكتر من اي حاجة تانية. انا مقولتش ان البنت تتحب علشان شخصيتها وشكلها، لا، بس اللي بيحب حد بيحبه كله على بعضه، حتى لو ظروفه وشكله اتغيروا. ده بقى علي جاري، وحاجة كده مش قادرة اوصفها. حد حنين وبيحبني، سواء غيرت شكلي او قصيت شعري، لانه بيحبني بشخصي. ما كنتش حابة حد يعرف حاجة عن أي مشكلة عندي، بس للأسف علي عرف. مش عارفة دلوقتي منظري إيه قدامه، هيبقى إيه؟ هيفضل يحبني ولا هيسيبني، ولا حبه هيتحول لعطف؟ مش دايما اللي بتشوفه بتفهمه صح، في غير كتير، بس نظرتك انت لينا هي سبب تعبني مش المرض. اصل الناس ما بترحمش، سواء فهمت ولا لا، كله بيتكلم.